مشاهد مذهلة حول أشهر وأقوى المعارك في عالم الحيوان. ستشاهدون في هذه الحلقة مواجهات حامية الوطيس بين عدد من الحيوانات كالأسد والدب والفهد والتمساح وغيرهم من الحيوانات المفترسة. نقدم لكم أقوى المعارك التي تم التقاطها عبر عدسات الكاميرات. لمعرفة المزيد تابعوا قناتنا أقوياء البرية، هيا بنا. للأسود هيبة وقوة لا يمكن إنكارهما في عالم الحيوانات، وعند مواجهة حيوان بهذه القوة والشراسة فهناك معايير أخرى. في هذا المشهد نرى كيف نشبت معركة ملحمية بين أسد ودب بني اللون. تصارع الطرفان لبسط النفوذ والسيطرة، فكلاهما من أقوى المفترسات في عالم الحيوان. قد تعتمد الدببة في كثير من الأحيان على أنيابها الحادة ومخالبها الفتاكة أيضاً، تتقاتل مع الأسود البرية في معارك ضارية. وبهذا المشهد الفريد من نوعه والنادر جداً، نرى كيف افترس الأسد الفهد بعد نزال دام للحظات قليلة. بينما في مشهد آخر نرى كيف انقض عدد من الفهود على جاموس بري وتمكنوا من الإمساك به بسرعة البرق. حاول الجاموس البري الدفاع عن نفسه، إلا أن الفهود استطاعوا تقييده وتثبيته. في مشهد مماثل نرى كيف استطاع الفيل من قتل جاموس بري آخر، مستفيداً من كبر حجمه ومن خرطومه الكبير الذي ساعده في القضاء على الجاموس. وفي لقطات أخرى تظهر لنا كيف تمكن التمساح الذكي من الانقضاض على فهد كان يشرب الماء. بسرعة البرق سحبه إلى الماء ليتناول وجبته اللذيذة تحت الماء. أما في خارج الماء يظهر لنا الأسد كيف انقض على حمار وحشي كان يهرب منه بسرعة لا وصيف لها، إلا أن الأسد كان أقوى وأشرس وتمكن من القفز على ظهره والإمساك به. في هذه المواجهة النارية بين الفهد والنعامة اللذين يتواجهان بكل قوة وشراسة، فالنعام يعتبر من الحيوانات التي لديها تكتيكاتها الخاصة من كر وفر في مواجهة أعدائها. فعندما تتقابل كبار المفترسات من الصعب تحديد من الذي سينتصر في تلك المعركة، فكلاهما لديه من القوة ما يمكنه من البقاء على قيد الحياة. لكن في هذه المرة تكاثرت الفهود على النعامة وتمكنت منها. ثعبان مقابل ثعبان، واحدة من أكثر المعارك المذهلة التي غالباً ما تكون بين الأفاعي، خصوصاً إن كانت هذه الأفاعي سامة. اقتربت إحداهما من الأخرى وبسرعة لا مثيل لها انقضت وغرست أنيابها في جسدها وبدأت بالتهامها رويداً رويداً وبكل تلذذ وشراهة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، دمتم بخير.